والله بفضل الله والحمد كانت تجربة رائعة جدا وجميلة. تميزت الجامعة بأنه كان وقتها لا يعارض كثير وقت العمل، واستطعت حقيقة أن أنظمها وتكيف مع متطلبات الجامعة ومتطلبات العمل في الوقت نفسه، وكانت مساعدة بشكل كبير وكبير جدا على أنه تكون عملية الدراسة سهلة وبسيطة بشكل كبير. الحمد لله أثناء دراستي لم يتأثر أدائي الوظيفي، بالعكس كانت تجربة جميلة، أعطتني نقاط قوة تدعم مسيرتي الوظيفية. في تعاون جدا كبير كان أثناء الدراسة من أعضاء هيئة التدريس، سواء طاقم الجامعة الإلكترونية أو كان طاقم الجامعة الأمريكية. قدرت على الحصول شهادة الماجستير أثناء عملي، وساهمت في ترقيتي المنصب أعلى ولله الحمد. برنامج يراعي احتياج السوق الحقيقي، مش برنامج نظري. فمن أقوى البرامج اللي أنا شفتها فعلاً برنامج الجامعة السعودية الإلكترونية، غطى نقطة مهمة جداً كمان أيضاً بالنسبة لي، أنه المجال الداخلي أنا ممكن أشوفه في الجامعات الأخرى، لكن غطى لي الخبرات الخارجية أو الخبرات الدولية بسبب الشراكة اللي كانت بين الجامعة وجامعة كولورادو ستيت جلوبال كامبس. فادتني الجامعة بعد التخرج بأنه استطعت أنه أنا أترقى في عملي بحكم قوة الجامعة. كانت المناهج جدا قوية، بالإضافة أنه في هايلايت الاستاندرات المحلية. أضافت لي كثير شهادة الماجستير في مجالي الوظيفي. بعد ما خلصت البرنامج فعلا أنا حسيت أنه في فرق بالنسبة لي أنا في عملي. نصيحتي للجميع اطلعوا على البرنامج جدا ممتاز ومناسب لكم كموظفين، حيصير في عندكم تطور كثير.